الأول للبنتين هذول أول ما دخل المول شافوا رجل غريب جدا يعطوهم نظرات مخيفة جدا. بداية قال الموضوع إنه طبيعي جدا، لكن طول الرجال وكل ما يروح مكان يلحق وراهم. بعدها تأكد إنه قاعد يلحقهم وأخذ يصوروا. We were coming up the stairs and he went up the stairs and then we just saw him again. So that's the third time that we saw him. Oh my god, he's following us. البنت تقول كل ما نروح مكان الرجال هذا ورانا مش راضي ابدا انه يتركهم. هنا قرروا يدخلوا قسم النساء عشان يعرفوا انه ما يقدر يدخل. فاجئوا انه دخل وراهم بشكل غريب جدا. الان يفكرون بالطريقه اللي يقدروا يتخلصوا منه. We went around, he went around, we came downstairs looking at clothes, like pretending. So crazy. Oh my, that is crazy. Well, I mean, we can, like, why would you be looking at, like, girl stuff, like, girl dress, yeah, why? Like, by yourself? Like, clearly you're following me. We found him again. Look, he's وهنا طلع لهم من قدام هذا هو الشخص. وضعه غريب جدا، ما يدري انه وسط المول والناس كلها حوالينه. بنات يقولون اول ما دخل المول كان الرجال هذا واقف قدامهم ويطالع عليهم بشكل غريب جدا. البنت هذه كانت ماشية المسافات طويلة جدا كرياضة، لكن لاحظت انه في شخص غريب جدا قاعد يلحقها لمدة طويلة جدا. شافت الموضوع غريب جدا واخذت الجوال عشان تصور وتوري للناس. Was going the opposite way of me. Now as you can see, he's behind me. And the reason being is because he waited, stopped in the middle of the trail just to give. هنا تقول إنه كل ما وقف وقف معايا. Why are you suspecting that he's following you? Let me tell you. I was just walking like this, and I look up and he's in front of me, and he just keeps doing a peek like this behind him over and over again. And yes, I went a different way on the trail just to give him the benefit of the doubt. قول انها حاولت تاخذ طريق اخر عشان تضيعه، لكن لا زال مستمر يلاحقها. Well, I ran that. I wasn't supposed to. That was illegal. So just so that he would be like half a mile behind me. And I started running, you know, because I'm on a run. لما حاولت تجري وتبعد عنه يلاقيها وراها. شوف الرجال واضح انه خلفها مباشرة. قررت تجري عشان تشوف هل عنده القدرة انه يجري وراها الان. Oh yeah, he's running. زي ما شفته قاعد يجري وراها من محطة لمحطة المكان. دخلام كان لسائح وفجأة قاعد يصور بث مباشر وحصل معاه موقف مخيف وغريب جدا. حسب كلام من البنت هذه كانت مخطوفة والشخص هذا كان خاطفها. لما شافت السائح فاتح بث مباشر وفجأة راح تحتمل عنده. رد فعل السائح كانت سريعة وذكية جدا. يحاول يخليه ينصرف عن البنت ويتركها في حالها، وهو واضح جدا انه متردد وما بيترك البنت في حالها. It's okay? Yeah, yeah, fine. See you, man. Okay, see you. Have a good night. No problem. I saw this guy in a Starbucks line. It looks like he was recording me. فتستابع للبنت هذه في واحد يلحقها وقاعد يصورها. ما تروح مكان الشخص هذا ماشي وراها وماسك الكاميرا ويصور بالطريقه هذه. لاحظت الشيء هذا واخذت الجوال عشان تصور وتورينا. You know when someone finished start trying to talk to you, so. Sorry, it's my mom, bro. I don't even know that. You lying. Wrong guy. He work here? Him over there? أنا قررت تروح تواجه الشخص هذا اللي لحقها ويسألها إيش اللي عنده. كان he's scaring me because how did you find me, right? ثم البنت تحاول تبعد عنه يطلع لها من جهة ثانية. البنت تبحث عن أي طريقة عشان تخلص منه. Yeah, okay. I'm getting even talking about you just scared the heck out of me. I'm literally walking by and I'm like, wait, is she fucking filming? You filming right now? Yes. Yeah, هذا هو الشخص اللي قاعد يلحقها وقاعد يصور بطريقه غريبه جدا. لما البنت واجهته وهو متردد وما يعرف ايش يقول، قالت له خلاص ابعد عنه وخليني. What? I'm missing. So? I'm gonna finish shopping. What? واضح انه متردد وما يبغى يتركها. هذا البنت طلعت من هالمكان. هذا ما شفته.
Polly. الجزء السادس لبنت كانت ماشية لوحدها باللي راجع البيت. فجأة هجم عليها شخص غريب جدا وما هو عارف إيش يسوي. بس حظها كان في واحد سائق دراجة موجود في نفس الطريق. No hands. Okay, mate. Please pass through. You can go. Okay. Go. Please go. Okay. Oh my God! Thank you so much. Are you okay? بنت خايفة جدا وقاعدة ترتجف والحمد لله انه انقذها هذا الشخص. صاحب الدراجة حاول يساعدها يوصلها للبيت بدراجته. خايفة جدا وما في احد في الطريق في الليل. I'm going home. I was just going from the bus station. I can bring you home if you want it. Oh my God, please. Yeah? Thank you. Okay, thank don't you. Worry. Don't worry. Everything's fine. I'm here. Don't worry. Okay. You say I have second helmet. واضح انه مش طبيعي. واضح انه سكران ولا حال. هجموا الهوميز منتشرين بشكل كبير جدا وفي الليل يكونوا خطر. ناس عشان يستخدمون حاجات مخيفة جدا. Looking fine, yeah? No problem. Oh my God, your hands so shaky. No worries. Oh my God! الفيديو لاحظ انه في اشياء غريبه جدا قاعد تحصل في تمره الراقه وحطها تمره في يوم من الايام ركب عليها لاحظ انه جارهم يطلع عندهم في البيت دائما. He's looking in the freaking window. What the heck? Oh my God, he just. قاعد يعمل حركات غريبه جدا. هذه ماشية في حالها والشخص هذا قاعد يطاردها من أول. شوفوا كيف نظراته غريبة. الشخص كان في بيته وفجأة شاف شخص واقف تحت يطالع في بيته. أما نزل تلاحظ إنه ما في أحد والشخص اختفى تماما. هذول مجموعة أصحاب كانوا يلعبون بالليل وفجأة طلع لهم شخص غريب جدا ومشيته غريبة جدا. الفيديو الثالث لواحد عمل خطأ كبير جدا. طلع له واحد غريب جدا عند بيته ودق بابهم وفتح الباب وخلاه يدخل داخل. هو اصلا ما يدري الشخص هذا هل هو عاقل او منتهي. بالنهاية راح يهجم عليه بشكل غريب جدا. والغلط من صاحب البيت ليش يخليه يدخل جوا وليش يفتح له الباب. بعد ما فتح له الباب لاحظ انه شخص غير عاقل وفجأة حاول يطلعه برا البيت ومش راضي. استخدم معاه القوة وشوفوا ردة فعله كيف. غلط 100% صاحب البيت. المفروض ما يفتح له الباب ابدا ابدا. وكان معاه سلاح ولا شيء خطير جدا. كان حصل مصيبة في المنطقة هذه لكن الحمد لله وضع انتهى بكل سهولة. He's just walking in front of my car. اللي تصور الفيديو هذا تقول الشخص هذا واقف له فترة طويلة وكل ما تروح مكان تلحق وراه بالسيارة. ما شاف البنت تصور وفجأة غير رأيه وحاول يطلع من هالمكان بأسرع وقت ممكن. مصيبة ما أدري ليش يلحقها من منطقة لمنطقة من أول. طول شغل السيارة ومشي من المكان بعد ما شاف التصوير. عائلة هذا كانت تتسوق في سوبر ماركت وفجأة طلع لهم شخص غريب جدا وقاعد يطاردهم من مكان لمكان. الشيء الغريب انها عائلة كاملة والاب موجود بس ما ادري ليش الشخص هذا يطاردهم من مكان لمكان. واضح انه ابدا مش طبيعي. الشخص هذا برضو قاعد يلاحق البنت من مكان لمكان. الشيء الغريب انه شال في يده حاجة غريبة جدا. Oh God. هذا تقول انه في شخص غريب جدا قاعد يصور.